أهلاً 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 بدكتورنا العظيم. يا أهلاً وسهلاً. أنا ست اللوة، زي حضرتك. إيه يا عم الشغل الجامد اللي أنت كنت عامله امبارح ده؟ ما عندكش فكرة موضوع أمين عزام ده مسمع قد إيه عند الكراسي الكبيرة يا سيدي؟ استغفر الله يا فندم، الشافي هو ربنا ونعم بالله. اتفضل يا دكتور. ولو إن أنا بقى واخد على خاطري منك وزعلان قوي قوي قوي. الله الله، ليه كده بس؟ وأنا مجنون برضو علشان أزعل مني لزغلي باشا. بقى يا راجل، توعدني بإن إحنا هنشرب فنجان قهوة مع بعض في أقرب فرصة، تقوم أسمع صوتك بعد سنة. معلش اعذرني والله يا عادل بيه، أنا قلت أكيد وقت سيادتك ما يسمحش يعني بالزيارات الشخصية. عشان كده ما زرتنيش إلا لما بقت في مشكلة تستاهل الزيارة. إيه اللي يخلي شهد تروح عند راجل واطي زي فؤاد عوني ده؟ إيه ده؟ هو مفيش معلومة بتعدي كده خالص. قولي، تحب تشرب إيه الأول؟ عادل بيه، أنت وعدتني بالمساعدة في أي وقت، وأنا عندي كلمتي. بنتي الوحيدة بتضيع مني، أنا ما عنديش غير طلب واحد بس، مفهوش أي تجاوز بالبلدي كده، مفهوش أي حاجة شمال. أنت مش عايز تعرف كل حاجة عن الاتنين دولت من ساعة ما اتولدوا لغاية وقتنا الحالي؟ لا مش للدرجة دي يعني يا فندم، مش كل حاجة. لا كل حاجة، إحنا خسرين إيه يا دكتور؟ وبعدين اللي يخلينا نجيب عين الجمل يخلينا نجيب الجمل كله، أيوة، ونريح دماغنا. على ما تشرب فنجان القهوة بتاعك هتكون المعلومات كلها جت. سيادتك تاخد الملف تتفحصه تماما وتطلع منه كل اللي ممكن يفيدك في القضية، إيه رأيك؟ المعلومات كلها كلها يعني؟ كلها كلها، كل اللي يخطر على بالك واللي ما يخطرش. بالتليفون الصغير اللي سعادتك عملته من شوية ده؟ أيوة يا سيدي بالظبط. ده أنا قلت هروح بيتنا استنى يجي أسبوع كده على ما سعادتك. لا والله ما شاء الله، عمار يا مصر. ادخل. تمام سعادتك، ملف واحد اللي ظهر فيه حاجة قديمة في مديرية أمن الجيزة، والباقي كله طبيعي. طيب اتفضل انت. بعد إذن معليك. مشكلة فن. لا البنت اللي اسمها هويدا الدسوقي سكرتيرة فؤاد عوني، ما افتكرش ان وراها حاجة ممكن تفيدك، ما عندهاش سوابق، ملهاش علاقات خاصة ممكن تثير الشبهات حواليها، ده بالإضافة لأنها بتقبض مرتب كبير جدا من الاستوديو اللي كانت بتشتغل فيه. ما فيش غير ان فؤاد عوني يمكن كان بيدلعها شوية، وده موضوع يعني مش محتاج توضيح. لا ايوه مفهوم مفهوم يا فندم. طب بالنسبة لسعد؟ يعني هو سعد البواب ما اعتقدش برضه ان وراها حاجة، لكن هو كان عنده موضوع قديم، بس أنا مش قادر أحدد إذا كان الموضوع ده ممكن يفيد النيابة أو ما يفيدهاش. إيه هو يا فندم؟ في شيخ طريقة في دمنهور اسمه حسان عبد القوي، حصلت عليهم كبسة مباحث من سنة ونص، كانوا بيحفروا في الصحراء في طريق الفيوم بينقبوا عن الآثار. طبعاً أنت عارف شغل النصابين بقى، ويقول لك إحنا معانا جان وبنحول الفلوس والزيبق والكلام الفاضي دوت. أيوه أيوه سمعت عن المواضيع اللي زي دي. طيب المهم، إيه علاقة سعد البواب بالحكاية دي؟ سعد كان ضمن المجموعة اللي اتقبض عليها مع الشيخ حسان، لكن لما القضية باظت أفرجوا عنهم جميعا، لأن طبعا لا لقوا آثار ولا لقوا حاجة خالص، واعتبروهم شوية مغفلين بيحفروا في الرمل. المباحث حبت بقى تطور الموضوع، فراحت تفتش في بيوت الناس ديت، لقوا في أوضة سعد شوية أحجبة على كتب من بتاعة السحر والشعوذة والدجل والكلام الفاضي دوت. لكن حصل حاجة غريبة قوي أثناء التفتيش. حاجة إيه؟ تعال عندك بتعمل يا بني ادم؟ في سعادتك بصاص. لا اصلا ولا زفت، ايه ده؟ وقف الكرتونه دي. ايه ده؟ مش دي برضه صوره فؤاد عامل الملحن؟ ايه يا عم سعد؟ انت بتعمل اعمال المشاهير،
وشخصيات العامة كمان. أعمال؟ أعمل إيه بس يا باشا؟ استغفر الله العظيم، ده كفر يا سعادة الباشا، كفر والعياذ بالله. ده شوية حاجات كده للتسالي. تسالي؟ وغلاوتك عندي تسالي كده يعني، أمال أكون إيه يعني؟ مساء الخير. مساء النور أستاذ فؤاد. الله الله، ده أنتوا حبايب بقى. أنا كنت طالع الاستوديو عرفت إنكم بتفتشوا أوضة سعد. خير يا حضرة الظابط، حصل حاجة ولا إيه؟ هو الاستوديو بتاع حضرتك هنا في العمارة؟ أيوة في الدور الرابع، وسعد شغال هنا من زمان، راجل طيب وزي الفل وعارفين عنه كل حاجة. وتعرف كمان اللي بياخد صورك وبيعمل عليها شغل سحر وشعوذة؟ سحر وشعوذة إيه بس يا حضرة الظابط؟ حضرتك فهمت الموضوع غلط خالص، الحاجات دي أنا اللي مديها لسعد يحطها عنده في الأوضة. نعم؟ أنا فاهم حضرتك. أنا أصلي بقالي فترة بشوف حاجات غريبة كده وبتحصل لي خيالات وتهيؤات وبيجي لي كوابيس صعبة جدا بالليل. بنت من البنات اللي كانوا بيقولي عشان يغنوا بشغلة تفكيري ليل ونهار، هي اللي صورتها مع حضرتك دي. الحكاية لما زادت أنا روحت لشيخ من الناس الطيبين، قال لي إنها عاملة لي عمل سفلي عشان أقعد أنشغل بيها ليل مع نهار. وبصراحة أنا ضيوفي كتير ما أقدرش أحط الحاجات دي عندي لا في البيت ولا في الاستوديو. اديتها بقى لعم سعد، قلت له شلاها عندك في الأوضة لما الموضوع يخلص. مش كده يا سعد ولا إيه؟ كده يا باشا. ضابط المباحث مقتنعش ولم الحاجات اللي موجودة في الأوضة وعمل محضر خايب باقتناء بعض الكتب عن السحر والشعوذة اللي هي ممنوعة من التداول. الغريب بقى في الموضوع إن فؤاد عوني شهد بالكلام دوت في محضر موجود صورته هنا في الملف دوت. واللي أغرب من كده إنه وكل محامي للدفاع عن سعد قدام النيابة. أنت مش ملاحظ يا دكتور إن في علاقة غريبة بين سعد والمجني عليه؟ رغم التفاوت الاجتماعي في المستوى بينهم. يعني ممكن تبقى حاجة غريبة. لا هي حاجة غريبة فعلا ولازم يتحط تحتها خط أحمر. بقولك إيه، تشرب إيه غير القهوة دي؟ لا لا متشكر يا فندم. المهم بقولك إيه، مفيش حاجة اتقالت في تحقيقات النيابة بتشير للموضوع بالقريب من بعيد عن علاقة بين الاتنين دولت. لا خالص يا فندم. طارق بيسمعني كل كلمة قالها سعد البواب ده في التحقيق. مفيش أي حاجة، مجرد بواب اكتشف جريمة بالصوت، مفيش أكتر من كده. وتحريات المباحث برضو مش هتوصل للجزئية دي، لأن هما بيشتغلوا على الأحداث القريبة من واقعة القتل، بالإضافة لأن العلاقة اللي بينهم كانت سرية ويشوبها الغموض. تعرف إن طارق بيه كان عنده حق لما قال إن الواد سعد ده ما قالش الحقيقة كلها. وارد قوي تكون جريمة القتل ديت ليها علاقة ببنت من البنات اللي كان فؤاد عوني شك إن هما بيعملوا له سحر وشعوذة وحاجات كده، أو بنت من البنات اللي كان فؤاد عوني بيعمل لهم أحجبة وحاجات عن طريق سعد. يعني سكة من اللخبطة العبيطة ديت. أنت مش مصدقني ولا يا دكتور؟ الهبل في الزمان ده بقوا كتير قوي وبيعملوا أبشع من كده. أنا بنصحك إنك تعرض المعلومات ديت على النيابة، يمكن توصلهم لحاجة.